سيد قطب هنا بدأ يعني يطبع كتابه في ظلال القرآن، وهو بالسجن يفسر القرآن ويطبع هذا الكتاب. وصدرت الطبعة الأولى اللي في ظلال القرآن في عهد سيد قطب قبل إعدامه. طيب، هل اختلفت الطبعة الأولى عن بقية الطبعات التي أشرف عليها محمد قطب أخو سيد قطب بعد إعدامه؟ الجواب نعم. نظرية موجودة في بيوتات المرجعية في النجف، منها بيتنا ومنها بيت كاشف الغطاء اللي تحديدا العم الكبير الله يطول عمره ويعني ويشافي الشيخ شريف كاشف الغطاء. أنا ذكرت لك أنه دائم الجلوس عنده في المكتبة. ففي أحد الأيام دار حديث مع شخصية علمائية بالنجف في المكتبة بحضور ثلاثة، شيخ شريف وهذا الرجل الزائر العالم وفائق الشيخ علي. ماذا قال هذا العالم؟ من يعني هذا الرجل؟ مو عالم مشهور، وهذا لا يعني يدرس في الحوزة بس تعرفه، واحد من ما تبي تقول اسمه، اي يعني حتى لا تصير إساءة بحق. على أي حال، الشخصية معروفة ولا لا؟ لا لا، شخصية حوزوية علمائية في النجف. طيب، فصار كنا أنا والشيخ شريف داخلين بحديث حول موضوع سيد قطب ومعالم في الطريق وفي ظلال القرآن، وهذا الرجل إجا دخل على الخط وإذا به يشتم سيد قطب. قال هذا شنو؟ هو الذي يقول بأن الإمام علي صلى بالمسلمين سكرانا وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، مو ولا أعبدوا ما تعبدون. هذا أنت جاي تذكره الآن بخير وكذا، وهذا شنو هذا سيد قطب؟ احنا أنا والشيخ شريف واحد عاين الثاني، هجوم يعني غير مبرر على سيد قطب الله يرحمه، رغم أنه أنا مو إسلامي رجال ليبرالي، بس هنا أنا يعني موقف الحق والكذا يرات. قلت له هاي وين مذكورة؟ قال أكو عندنا طبعة موجودة، إحنا نتحدث بالمكتبة، طبعة خامسة سادسة واحدة من ذني، سحبنا واحدة من الطبعات ورقنا قرينا وجدنا صدق هذا الكلام موجود. زين، باعتباري أنا عدي الهوى السياسي ومتنبه إلى الكثير من المسائل، قلت لعمي أبو محمد حسين الشيخ شريف كاشف الغطاء عندك الطبعة الأولى مال سيد قطب؟ قال لي ليش؟ قلت له لأنه الطبعة الأولى طبعت في حياتي، هاي الطبعات طبعت بعد إعدامه وكتبوا عليها الطبعة الشرعية اللي في ظلال القرآن، يعني ذيك مو شرعية بينما هي الحقيقة، لا ذيك الشرعية طبعا الأولى صارت في عهده، لأن في عهده وهو المشرف على الكتاب وعلى التفسير. أما التي جاءت بعد رحيله بعد إعدامه غير شرعية، لا يمكن يعني التعويل عليها. عندك طبعا الأولى؟ قال والله بمكتبة أبويا يمكن موجودة. على كل تركنا الموضوع. بعد فترة دخل فت شخص، طولت أنا بهاي القصة بس هي حلوة يعني، دخل فت شخص قال أبو محمد حسين عدي كتاب في ظلال القرآن بس نادر جدا وهي الطبعة الأولى أرد بيعها. طبعا أنا الشراي يعني واضح، قال بيش تريدها كذا تساومه وبالسعر جيبها طاهية طالي فلوس. أنا ما تشيلتها وأخذتها للبيت، طبعة الأولى نقبت بها فلم أجد هذه الرواية على قلم أو لسان سيد قطب، لم يذكر بأن الإمام علي عليه السلام صلى بالمسلمين سكرانا وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، وليس لا أعبدوا ما تعبدون، غير موجودة بالطبعة الأولى. ولذا مطلوب الآن من المحققين والكذا يبحث أنه هل في الطبعة الأولى صحيحة غير موجودة، ولماذا أدخلت هنا الاستنتاج السياسي كل هذا الكلام. بس قبل الاستنتاج السياسي، الحين الطبعة الحالية الموجودة في موجود هذا الكلام، موجود الكلام، نعم. أما الطبعة الأولى غير موجود هذا الكلام. الاستنتاج السياسي في رأيي كسياسي
أنه طبعا عبد الناصر من جاب أخوه لمحمد قطب، أخو سيد قطب، وخلاه يشرف على كتبه وعلى طباعته وعلى المسألة. أدخل تخيلي وليس لدي تحليل. أي دليل تحليل إيه؟ يعني ما عندي أي دليل، لأن الشيعة يقرؤون لسيد قطب وتوسطوا عند الرئيس جمال عبد الناصر بأن يطلق صراحة أو يعفو عنه، فأراد أن يسقطه في نظرهم، فدخل هاي التفسير واعتبره هو الطبع الشرعي. وإلا ما أصور سيد قطب كتب، مو ما أصور تحليلي، لكنه قطعا في الطبعة الأولى غير موجود. بس أنت قاعد تؤكد أنك شخصيا قريت الطبعة الأولى وهذا الكلام مش موجود في الطبعة الأولى؟ طبعا قريت، تحققت شخصيا من الكلام. حققت بنفسي شخصيا، نعم في الطبعة. نعم بس هي الطبعة الأولى موجودة، يعني ممكن الواحد يوصل لها يعني بالمكتبات القديمة بأي دولة؟ طبعا هي لما طبعت انباعت في المكتبات القديمة موجودة، إذا واحد يريد. أنا كان عندي بس غير بزمن صدام نص مكتبتي راح، على أي حال فاللي يريد يبحث يلقاها موجودة ويقارن يتأكد من صحة كلامي هل فعلا في الطبعة الأولى. حسب تحليلك الهدف كان سياسي لإسقاط سيد قطب في نظر الشيعة، كانوا أيضا متأثرين فيه، متأثرين جدا، والكل يقرأ له.